السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أحبابي في الله؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. اليوم درس يومنا بفضل الله تعالى لهلاك الساحر. إن كان هذا الساحرا متاكبا عليك بسحره، كلما تفك السحر ويجدد لك، أو هذا الساحر مضرا للناس أو مضرا لك أو مضرا للناس، فطبق إن كنت تريد هلاكه وتدميره وابعد عنه خدمته وحجبه بينه وبين خدمته وهلاكه بفضل الله تعالى، نفذ هذا الطريق. ما يقوم من على فراشه، ما يقوم من على سريره، إن طبقت عليه وتوكلت وعزمت وتوكلت على الله بهلاك هذا الساحر الملعون، فنفذ هذا الطريق راح يجمر بفضل الله تعالى. وكما تعودنا، ما تنساش أخي الكريم وأختي الكريمة تشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، وتنساش تدعمنا باللايك. وكما تعودنا، مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعد، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تأتي بفضل الله تعالى في أي يوم، في أي يوم من الأيام بفضل الله تعالى، ثم تصلي ركعتين لله، ثم تتحصن تحصينا شديدا بفضل الله تعالى بآية الكرسي والآيات التي ذكر فيها تحصين كما تفهم من آيات. وتوكلنا على الله وتحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. تقرأ الآيات التي فيها حفظ وفيها تحصين، لأنك أنت ما رح تأذي إنسان طبيعي، رح تأذي ساحر، رح تأذي ساحر. فنفذ هذا الطريق كي تحمى منه، والله يحفظك منه، لأن لن يضرك إثناء أو تضرك أي شيطان إثناء تطبيق هذا الطريق بهلاك الساحر. لأن ممكن يأتيه علم، كما كنا في السابق، ممكن يأتيه علم إنك تنفذ عليه بوقفة وزو فيرسل عليك شياطين، أو ما يأتيه علم، فإنك لو تحصنت تحصينا شديدا قبل القراءة وما قلت لأحد إنك راح تهلك أو تعمل أي شيء، فلن يعلم عنك أي شيء. لا تقول لأحدا وتحصن تحصينا شديدا، فهنا لن يعرف هذا الساحر إنك أنت الذي أذيته أو إنك راح تأذيه، لا يعلم ولا يعرف. فهنا تنفذ إثناء الطريقة، تنفذ هذا الطريقة بفضل الله تعالى. تدخل في الغرفة، تصلي ركعتين لله بفضل الله تعالى، ثم التحصين كما كنا، وتشعل بخور الرائحة طيبة، وتأتي بالملح بفضل الله تعالى، وتعمل به دائرة، تعمل به دائرة هذا الملح كما كنا. هذا الدائرة تكون من الملح، مكري عليه آية الكرسي 21 مرة، وتدلس في النصف متجها إلى القبلة. بعدما تحصينك تحصنت شديدا، تمسك الملح هكذا الملح، وتقرأ عليه آية الكرسي 21 مرة، وتعمل به هذا الدائرة الذي عملتها، ثم بفضل الله تعالى تدلس في النصف وتقول المدد يا الله، مدد يا الله، مدد يا الله، مدد يا الله، مدد يا الله 313 مرة. تقول مدد يا الله، 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 المدد يا الله، المدد يا الله، المدد يا الله، المدد يا الله، بعدد 313 مرة. بهذا العدد لا كنا لا تزود من عقلك ولا تنقص من عقلك. الأعداد كنا كما كنا، الأعداد فيها أسرار، الأعداد فيها أسرار، فلا تزود من عندك ولا تنقص.
هذا مجربا مرارا وتكرارا، والله ما أعطيكم شيئا إلا يكون صادقا بفضل الله تعالى. فهنا الأعداد والله وهذا الذي أعلم، كل عدد وله سر، والله أعلم وأعلم في الأعداد، الأعداد فيها أسرار، فإن زودت لا تتم وإن نقصت لا تتم، تقرأ العدد بما كنا تتم هذا الطريق بفضل الله. وأي طريقة سواء أنا منزلها أو أي شيخ غيري أو أي شخص منزل طريقة، فاقرأ العدد الذي يذكره، لأن الأعداد فيها أسرار، ولا تزود من عقلك ولا تنقص بفضل الله تعالى. فكما كنا مدد يا الله بعدد 313 مرة بفضل الله تعالى، وتقرأ ثم تقرأ سورة الكهف مرة واحدة، ثم تقرأ سورة الكهف مرة واحدة، وسورة محمد مرة واحدة، وسورة الفيل بعدد 41 مرة. فأنا قلنا الكهف، سورة الكهف مرة واحدة، سورة محمد مرة واحدة، سورة الفيل 41 مرة، ثم تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة، لا تزود ولا تنقص، حسبنا الله ونعم الوكيل بعدد 100 مرة بفضل الله تعالى. وإن كنت تعرف هذا الساحر وتعرفه فقول اللهم انسف هذا الساحر، اللهم ادعي بما شئت ادعي. فهنا في وقت القراءة المدد يكون موجود معك بفضل الله تعالى، وأذكر هذا الساحر فسوف رح يدمره ويحجب عنه، رو إن كان هذا الساحر يحجب عنه شياطينه ويقلب عليه، الله أعلم ما أهم، هذا الساحر رح يهلك، رح يهلك يحرلك، لأن مجرد ما تبدأ في القراءة وتقول المدد المدد هيكون موجودا معك بفضل الله تعالى وينفذ على هذا السحر. وإن كنت لا تعلمه فبفضل الله تعالى معروف هذا الساحر، أقول ما تعرفه عليه، قول اللهم اهلك هذا الساحر الذي آذاني، الذي دمرني، الذي أذكر هذا الذي تعرفه عنه، فرح يدمر هذا الساحر بفضل الله تعالى تدميره. ما نفذ أنا أشرح وأقول نفذ هذا، إن كان هذا ممكن ما تتواصل معك فنفذ هذا الطريقة لمدة 3 أيام، ما تنفذها من يوم واحد، نفذ هذا الطريقة لمدة 3 أيام بفضل الله تعالى هذا الساحر، وسوف يأتيك بشارات في المنام، يعني من أول يوم رح تعطيك بشرة ترى هذا الساحر وترى إن تم كذا عنه، تم وقفه أو تم أذيته، فثاني يوم تراه كاملا، تم أذيته نهائيا وتم رده وعسلت، يدراه في الثالث تم حجب شياطين عنه ولن يتواصل معهم إلا فما يرجع إلى الله، إلا أن يرجع إلى الله، فإن رجع إلى الله وتاب فسوف رح يكون بفضل الله تعالى يشفى من تسليط، لأن هذا المدد رح يقلب عليه كل هذا الشياطين الذي معه، وفي كما كنا في شيخ ممكن يقلب عليك خدمتك حتى إن كانت من المسلمين فسوف ممكن يقلبها عليك، حتى لو كانت خدمتك مسلمة فيتم ممكن في طلاسم أو في أسامي تذكر يقلب خدمتك عليك، مش كل الشياطين في هنا، لو كان معك شيطان ممكن أقلبه عليك، وإن كان معك جن مسلم ممكن أقلبه عليك، وكما كنا الطلاسم فيها أسرار وفيها منها النافع ومنها الضار، وكل شيء منه النافع ومنه الضار، فإن أردت كل شيء فعليك وعلى القرآن، وراح بفضل الله تعالى تقلب هذا الساحر، تدمره تدميرا بفضل الله تعالى، هذا الطريقة لتدمير، لهلاك وتدمير الساحر، وليست وإن كان فيك سحر الله يشفيك، ادعي الله، بس هذا الطريقة لهلاك الساحر، فإن كان فيك سحرا
فاتعالج منه ونفذ هذا الطريقة بفضل الله تعالى. وإن كان فيك سحرا نفذ هذا الطريقة وتكون ماشي في طريق العلاج تبدأ في طريق العلاج من أول يوم، وثاني يوم تنفذ هذا الطريقة، وفي اليوم تكون ماشي في طريق العلاج راح تساعد معك هذا الطريقة في العلاج برضو، وترد سحر عليه وتهلك هذا السحر الملعون الذي أذاك بفضل الله تعالى. وهذا طريقة مجربة بفضل الله تعالى وشديدة جدا، وكما قلناها وأنكم فهمتوها بفضل الله تعالى ما محتاجة أي شيء. تتوضى وتصلي ركعتين لله، ثم تشعل بخور الرائحة طيبة وتتحصن تحصينا شديدا بفضل الله تعالى، ثم تشرع في قراءة سورة الكهف مرة واحدة، وسورة محمد مرة واحدة، وسورة الفيل 41 مرة. وكما كنا في الأول ما تنساش المدد يا الله، المدد يا الله بعدد 313 قبل كل شيء، المدد بعدد 313 قبل كل شيء، ثم سورة الكهف، ثم سورة محمد، ثم سورة الفيل 41 مرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة. ثم الدعاء الذي تعلمه، مش شرط أقول الدعاء الذي الذي يأتي في قلبك وهو الأفضل من الذي أقول لك، لأن الذي في يكون في قلبك إنك فيك غلا وفيك تعب من هذا الساحر، فالذي يأتي في قلبك قول عليه، قول عليه بفضل الله تعالى رح يهلك هذا الساحر. وأي استفسار أو أي شيء اكتبوه في التعليقات وسوف رح أرد عليكم بفضل الله تعالى. وتنساش أخي الكريم واختي الكريمة تدعمونا في القناة، وكما تعودنا مفتاح كل شيء وهو الصلاة على الحبيب، أكثروا من الصلاة على الحبيب قبل البداء وبعد البداء، لأن مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشيه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات، فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.